السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. هذا تسجيل التجربة الخامسة لمختبر اللوجيك، عفوا التجربة السادسة لمختبر اللوجيك شعب الدكتور وليد البيك. في البداية صراحة قبل ما أبلش شرح بدي أذكركم أنه إن شاء الله الأسبوع القادم إحنا عندنا التجربة السادسة، الأسبوع اللي بعديه راح يكون عندنا امتحان الميد تيرم، وبالتالي ما راح يكون في عندنا تجربة. التجربة السابعة راح تتأجل يعني لبعد الأسبوع اللي فيه الميد تيرم. تاريخ الميد تيرم إن شاء الله، خليني أول شيء أتأكد إنه إحنا نعمل أوبن لنفس الإكسبرمنت، إكسبرمنت 6، ونكون خلينا نسكر هذا ونفتح إكسبرمنت 6. تمام، عندنا تاريخ الميد تيرم إن شاء الله راح يكون يوم الثلاثاء 24/11 من الساعة 6 لحد لغاية الساعة 7 مساء. فالتاريخ هو 24/11 يوم الثلاثاء، تمام إن شاء الله 24/11/2020 اللي هو بيكون تيوزدي، تمام؟ This is Tuesday. هذا هو الميد تيرم. التجارب اللي راح تكون داخله في الميد تيرم من اكسبيرمنت 1 لغايه اكسبيرمنت 6، لغايه تجربه هذا الاسبوع، كل التجارب اللي اخذناهم are included in the midterm، تمام؟ والميد تيرم راح يكون امتحان عملي، راح يعطيك اسئله ويطلب منك انك تروح تبرمج على الكوارتس، ويا إما تنسخ لنا الكود، يا تنسخ لنا السيميوليشن ويندو أو البن أساينمنت، أي شيء بنطلبه منك زي الأشياء اللي بنطلبها منك في التجربة أنت مطالب فيها، تمام؟ طيب بالنسبة لتجربتنا هذه بالنسبة للمتر. هلا بالنسبة لتجربة اليوم، تجربة اليوم بتحكي عن الأريثمتيك سيركت ديزاين. راح نصمم arithmetic and logic design اللي هي بيختصروها ALU، arithmetic and logic design، مع انه احنا صراحة بس بنسوي arithmetic operation. احنا راح نصمم circuit بتعمل ثلاثة operation: addition, subtraction and multiplication، ضرب. وكل بالاكسرسايز تبعنا راح نفترض دائما انه الارقام are unsigned numbers، ما دائما بوزيتيف، ما فيش عندنا نيجاتيف نمبرز. طبعا فالهدف من هاي التجربه انه نذكرك بالكونسبت تبع الهاف والفول ادرز اللي تعلمناه في اللوجيك، وكيف تستخدم الون مالتيبل فول ادرز تو بيلد ريبل كاري ادر. كل هذا طبعا راح نسويه احنا من خلال الفيريلوج، وبعدين برضو راح نبني مالتيبلاير. ما راح نبني كومباراتور مع انه راح نحكي عنه بالشرح، بس ما راح نبنيه بالاكسرسايز تبعنا. انت بعدين بامكانك تصير تعدل على هاي الاي ال يو او تضيف فيها الفيتشرز اللي انت بتحبها. هلا بنذكركم اول شيء، في اول بلوك كنا نستخدمه في عمليه الاديشن في ماده اللوجيك اللي هو الهاف ادر، هو بلوك صغير كنا نرسمه زي هيك. كنا نحكي لك انه هذا الهاف ادر بياخذ 2 انبوتس وبيطلع 2 اوتبوتس، بغض النظر شو بتسمي الانبوت والاوتبوت. وظيفه هذا الهاف ادر أن الـ 2 inputs مثلا إذا سميتهم X و Y، هو وظيفته هذول يجمعهم. وطبعا فأنا لما بدي أصمم الـ half adder بدي أعمل truth table لهذا الـ half adder، وعادة إحنا بنسمي الـ output في بت اسمها S for sum، وبت اسمها C أو C out للـ carry. فلـ half adder الـ truth table للـ half adder هي حسب ما أنتم شايفين هون. أنا عندي مثلا بما أنه عندي 2 inputs، إذا عندي 4 احتمالات للـ inputs. إذا بجمع 0 زائد 0 الجواب أكيد 0، فالتو بيتس اللي على الأوتبوت اللي هم الـ C والـ S both are 0. إذا بجمع 0 زائد 1 الجواب بيكون 1، فبما أنه الـ S هو اللي يعامل معاملة الـ least significant، S راح يكون 1 والـ C راح يكون 0، الكاري راح يكون 0. إذا أنت جمعت، كنا نعلمكم باللوجيك، كنا نحكي لك إذا جمعت 0 زائد 1 الجواب 1 والكاري 0، ما في شيء للكاري، فيش شيء يروح لتشتري بعديه. فهذا هو الرقم هيو اللي موجود هون 0 1، this is the s السم، وهذا اللي هون هو الكاري. اذا برضو جمعنا، اذا عكسنا 1 0 نفس الشيء بيطلع الجواب اكيد. يعني اذا جمعت انا والله
نفس الشيء هون، إذا غيرنا الأرقام راح يضل الجواب نفسه. يعني إذا أنا جيت هون جمعت زي هيك 1 0 راح يضل الجواب 0 1. بس إذا بنجمع 1 plus 1، إذا باجي بجمع 1 plus 1 أوكي زي هون، إيش المجموع؟ 1 زائد 1 الجواب 2. وهذا كيف بصير تمثيله؟ بطلع تمثيله زي هيك، أنه السم is 0 والكاري is 1 زي ما إحنا شايفين هون في التروث تيبل. هلأ هدول هم الأربع احتمالات، ما فيش عندنا غيرهم بالنسبة للهاف آدر. فمن التروث تيبل هاي القاعدة اللي إحنا حكيناها دائما، لما بدك تصمم أي بلوك دياجرام اعمله التروث تيبل، ومن التروث تيبل لاقي العلاقة بين الأوتبوت والإنبوت. فأنا هون بقدر أكتب معادلة التو أوتبوتس اللي هم الاس والسي بدلالة الإنبوتس اللي هم اكس أند واي. فزي ما هو هون مكتوب إحنا عندنا أنه مثلا لو أجينا على الاس اللي هو لي سيجنيفيكانت وتفرجنا إمتى بيكون 1 في التروث تيبل، فهو بيكون 1 في حالتين، لما إكس بار واي، هي أول حالة اللي هون إكس بار أند واي، أور الحالة الثانية اللي هي إكس واي بار، اللي هم يعني بمعنى آخر لازم إكس وواي يكونوا مختلفين. اللي هو هذا تعريف لإيش؟ أي جيت هاي؟ This is the definition of the XOR gate. إذا أنت عندك XOR gate ودخلت عليها two input، فالأوتبوت تبع XOR gate ما راح يكون 1 إلا إذا كانوا إكس وواي مختلفين 1 0 و 1 1. فبالتالي السم بت بقدر اطلعها عن طريق الاكس اور جيت زي ما هو واضح هون بالرسمه. بالمقابل الاس اللي هي الكاري فهي 1 بس بحاله، سوري السي اللي هي الكاري فهي بس 1 في حاله واحده اللي هي لما يكونوا بوث اكس اند واي ار 1، الاثنين لازم يكونوا 1. فبتطلع المعادله تبعت السي هي اكس اند واي، وبقدر امثلها باند جيت. فبناء على هاي الرسمه، هلا انت لو انت حبيت تعمل موديول بيسوي لك هاف ادر، اذا بدك تبنيه باستخدام السكيماتيك بتقدر تبنيه زي هيك، اذا بدك تبنيه باستخدام الفيريلوج، اذا بدك تستخدم اساين ستيتمنت، بدك اذا بدك يا بيهيفيرال راح تيجي تعمل مثلا تو اساين ستيتمنت، اساين سي واساين سوري اس وسي، ومثلا واحدة هاي اكس اكس اور واي، تذكر الرمز تبع الاكس اور، واكس اند واي بالفيريلوج. طبعا هذا لازم يكون جوا موديول، انت معرف موديول له تو انبوتس وتو اوتبوتس اكس واي وهكذا. او بامكانك تبني ستراكشرال، تجيب من اللايبراري ليبدود في تو انبوت اند تو انبوت اكس اور جيت. الهاف ادر مفيد، بس المفيد صراحه اكثر منه، اللي بيفيدنا اكثر منه هو الفول ادر. الفول ادر البلوك دياجرام تبع الفول ادر، الفول ادر زي هيك بياخد عاده 3 انبوتس، 1 2 3 3 انبوتس، وبطلع لي 2 اوتبوتس. التو اوتبوتس لساتهم زي ما هم السم والكاري. هلا عندي صار 3 انبوتس هون، مسمينه هو اكس واي وزي، ممكن نغير بعدين الاسماء، هذه الاسماء مش مهمه، بس هون هم احنا مفترضين اسمائهم اكس واي وزي. فلو اجد اصمم الفول ادر أجين، الطريقة أنه أعمل التروث تيبل أول إشي، وأنتم بتعرفوا التروث تيبل هاي من مادة اللوجيك. أنا عندي 3 أرقام 0 زائد 0 زائد 0، لما أجمعهم الجواب أنه السم 0 والكاري 0، أيوة هذا الجواب طلع عندي زي هيك. وهكذا بتحط كل الاحتمالات، مثلا 0 plus 1 plus 1 اللي هي هذه، يعني 0 زائد 1 زائد 1 الجواب 2. فتنين إيش هي؟ الاس 0 وبالكاري 1. في عندنا طبعا احتمال انه يطلع الجواب 3 اللي هو الماكسيمم، اللي هو لما تجمع 1 بلس 1 بلس 1 الجواب بيكون 3 في هاي الحاله، الاس 1 والكاري 1، لانه 1 وجنبها 1 في الباينري هاي 3 1 1 اللي هي 3 اللي هو الجواب اللي انا بدي اياه. تمام. فهذا هلا من هون برضه بامكاننا احنا من خلال التروث تيبل اطلع المعادلات للاس واطلع المعادله للسي عشان اعمل implementation بالفيريلوج، يا اما assign statements اذا behavioral مطلوب مني، او من خلال gates من lib.v اذا مطلوب تكون structural. فبالنسبه للاس بتفرج على الحالات اللي فيها الاس 1، وباجي بقدر اكتب المعادله زي هيك، x bar y bar z اللي هي هاي اول وحده، x bar y bar z، واللي تحتيها اللي هي عباره عن x bar y z bar، وهاي اللي هون الحالة اللي بالنص اللي هي خليني أيم
دي نيم هاي هون عشان اوكي زائد اكس واي بار زي بار واخر واحده الاحتمال الاخير اللي هي اكس واي زي. فالهون صراحه اذا عملت سمبليفيكيشن اذا بسطت اللوجيك يعني مره مثلا هون اخذت بتقدر مثلا بين عفوا بامكانك تاخذ يعني اذا بتتفرج على هاي المعادله برضو هي الاكس اور للثري فاريبلز. كيف عرفت انا انه الاكس اور للثري فاريبلز؟ متذكرين شو يعني اكس اور للثري فاريبلز؟ كنا نسميها الاود فانكشن. يعني اذا انا عندي اكس اور للثري فاريبلز طبعا ممنوع تعملهم بجيت واحده، الاكس اور لها بس تو انبوتس، هي الاكس اور للثري فاريبلز مثلا اكس واي وزي، امتى بيكون الاوتبوت لهدول؟ هذا بسموه الاود فانكشن. امتى بيكون الاوتبوت لهذا الفانكشن واحد؟ إذا كان عدد الونز اللي في الانبوت فردي. إذا كان عدد الونز اللي في الانبوت زوجي، إذا كان أكثر من يعني أكثر من زي مثلا تنتين منهم واحد، لا بيطلع الجواب صفر. أما إذا كان واحد أو ثلاثة كلهم ون بيكون الجواب ون. فلاحظ هنا أنت إذا تفرجت على التيرم اللي موجودين في الإيكويشن إكس بار واي بار زي، الوحيد الواحد هي الزي. هيون عدد الونز يعني ون. مثلا هون الوحيدة هي الواي، هون الوحيدة هي الاكس، فكل مرة كان في واحد، وهون في هاي الحالة الثلاثة ار 1 اللي هو برضو رقم ثلاث اللي هو فردي. فهذا بيمثل الاود فانكشن. فعشان هيك بنقدر يا نكتب المعادلة زي ما كنا كاتبينها هيك، او هاي بتطلع عبارة عن اكس اكس اور واي اكس اور زي، بس هي الهاردوير امبلمنتيشن تبعها بيكون زي هيك. بالنسبة للكاري للسي نقدر نحكي والله انه سي باخذ الوحدات تبعونها، وزي ما سوينا هيك بقدر اكتب المعادله للسي. طبعا معادله السي انه لازم يكون على الاقل لو تبسطها على الاقل لازم تطلع تنتين من السيجنالز قيمتهم واحد، تنتين من الانبوتس يكونوا على الاقل واحد، بصير ثلاثه بس على الاقل لازم يكون تنين. فلو بسطنا المعادله تبعت الكاري اللي هي اصلا كانت مثلا not x y z or x y bar z وهكذا اللي أخذناها من اللي truth table، بتطلع المعادلة بالتبسيط هي عبارة عن يا x و y التنين بيكونوا واحد بغض النظر عن z، سواء كانت z واحد or zero ما بيهمني، أو أنه يكون ال y وال z واحد بغض النظر عن ال x، أو يكون ال x وال z واحد ال x وال z واحد بغض النظر عن ال y. يعني أي إذا أي تنتين منهم هذولا كانوا وحدات زي هيك بيكون الكاري أكيد 1. وهذا الشيء اذا وهذا الشيء ببين معانا برضه من التروث تيبل. فبناء على هذا الحكي بنقدر احنا برضه اجين نصمم الهاف ادر، يا بنبني 2 اكس اور جيت للاس هي اكس واي، وبعدين كمان اكس اور مع زي عشان نطلع الاس بت السم. وبالنسبه لل وبالنسبه لل لل للكري بنقدر نصممها بأكثر من طريقة، يا بنصممها 2-3 AND gates وبيناتهم OR، يا بنصممها زي هاي الرسمة اللي نورجيكم هون. صراحة الكري ذكركم برضو في هذا الديزاين. هلا في طريقة تانية برضو لكتابة الكري صراحة غير هاي المعادلة اللي مبسطة هون، اللي هي X OR Y ANDed with Z OR XY. شو هاي المعادلة؟ هاي المعادله برضه بتحقق الشيء اللي فوق. ليش؟ لاني انا لما حكيت اكس اكس اور واي يعني انا بقول له يا اما اكس يا اما واي يكونوا واحد، واحد منهم بس يكون واحد، ومعهم اند مين؟ معهم اند زي. فيعني واحد من الاكس والواي بيكونوا 1 والزي معهم 1، هي تحقق الشرط انه تنين قيمتهم 1. والاحتمال الثاني انه مش الاكس والواي مش يكون واحد منهم، لا يكونوا التنين واحد وبغض النظر عن الزي. الأولى هي يا X يا Y يكونوا واحد ومعاهم Z، والثانية هي أنه الـ X والـ Y يكونوا واحد بغض النظر عن الـ Z. شو استفدت أنا من هاي المعادلة لما أكتب C بهاي الطريقة؟ أنه الـ X or Y موجود بيصير في المعادلتين، بيصير موجود في معادلة الـ S وموجود في معادلة الكري الـ C، فبيكون في عندي جيت مكررة هون وهون بقدر أستخدمها، خصوصا لما أبني ك سكيماتيك او لما ابنيه ك ستراكشرال فيريلوج. يا اما سكيماتيك او ستراكشرال فيريلوج بتستفيد انك انت موجوده عندك نفس الجيت اللي هي الاكس اكسكلوسيف اور واي موجوده بوث في الاس وفي السم وفي الكاري.
لاحظوا هون هي أخذنا أول إشي X X or Y، هون عملنا له X or مع Z عشان نطلع السم، هون أخذنا ال X X or ال X exclusive or Y عملنا لها AND مع ال Z، هي عملنا لها AND مع Z، و X و Y معمول لهم AND مع بعض، وبعدين آخر إشي بيناتهم or حسب هاي المعادلة. فبرضو هذا بيعطيني السيركت تبعت الهاف ادر الفول ادر عفوا. طبعا انت بامكانك كنت تبني اجين بيهيفيرال وتعمل فقط الساين ستيتمنت وتعمله كتير يكون بسيط، وراح اترك لكم انتم عندكم بس هو راح يكون تو الساين ستيتمنت، واحده لل واحده للاس وواحده الساين ستيتمنت لل للسي معادلات. صراحه بتقدر وقتها تكتب انت باي صيغه من هاي المعادلات، تقدر تكتب هاي الصيغه الاولى بس هاي طويله اذا انت حر يعني، أو هاي الأصيلة اللي هي بس X OR يعني عادي عادي لما تكتب الكود عادي تحط مثلا زي هيك بالمعادلة X X OR Y X OR Z، مش زي بالهاردوير ما بس مش زي بالستركتشرال أو بالسكيماتيك أنه ما بيصير ال X OR gate غير يكون لها 2 input، وانت بتكتب البيهيفير عادي لو عملت variable X OR variable X OR variable بيصير بالبيهيفير، اما بالستركتشرال والسكيماتيك انت بتكون مقيد بانك اول إشي تعمل تنين هيك اكس اكس اور واي وبعدين الجواب تبعهم يكون ينعمل له اكس اور مع مع زي، بس بالبيهيفيرال بيصير ورا بعض. وبامكانك تستخدم اي معادله من المعادلات في الاساين ستيتمنت از لونج انه هي تكون صحيحه، يعني للاس يا هاي او هاي، للسي اللي هي الكاري عندك يعني عندك هنا واحد تنين، اما السي عندك ثلاث احتمالات، يا بتكتب هاي المعادله يا هاي المعادلة برضو صحيحة، أو المعادلة اللي فيها الـ XOR مشتركة برضو هاي صحيحة. إذا استخدمت أي واحدة من هدول المعادلات للـ C والكري مفروض يطلع للـ S والسم والكري مفروض يطلع الديزاين تبعك صحيح بالنسبة للـ Full Adder. أوكي؟ هلا إحنا عندنا صراحة الـ Full Adder وظيفته أنه إحنا عادة لما نجمع، كنا نعلمكم برضو باللوجيك، أنت عادة لما تجمع أرقام الأرقام اللي بتجمعها بتكون مش بس 1 بت مع 1 بت، أنت عادة تجمع مثلا عفرضا يعني زي هيك 4 بت مثلا، والله الرقم 9 اللي هو 1001 بتجمعه عفرضا مع الرقم 7 فرضا يعني مثلا، فمثلا أو مثلا خلينا نحكي مع الرقم 5. أوكي، فهدول مثلا كيف إحنا كنا نعلمكم تجمعوهم باللوجيك؟ كنا نحكي 1 زائد 1 الجواب 0 وبالكاري 1، 1 بلس 0 بلس 0 الجواب 1 وبالكاري 0، وبعدين 0 plus 0 plus 1 الجواب 1 وبالكاري 0، 0 plus 1 plus 0 الجواب 1 وبالكاري 0. فهي الجواب تبعي اللي هو 9، هذا بالديسيمال 9 وهذا بالديسيمال 5، أنا جمعت 9 زائد 5 طلع معي الجواب 14 بالديسيمال. عفرض طبعا أنه الأرقام هاي كلياتها unsigned ما فيها positive أو negative numbers. كيف كنت أقدر أصمم إيش هو الهاردوير اللي وعلمناك إياه هذا باللوجيك، ايش هو الهاردوير اللي بقدر يخليني اجمع اربع رقم يكون متكون من اربع بت مع رقم تاني برضه متكون من اربع بت اجمعهم مع بعضهم البعض؟ واحد من الديزاينز اللي استخدمناكم اياها في اللوجيك اسمها ريبل كاري ادر، ريبل ادر او ريبل كاري ادر. اوكي، ريبل كاري ادر اللي هو بيختصروه ار سي اي. ايش كنا نعمل بالريبل كاري ادر؟ بالريبل كاري آدر اللي كنا نسويه أنه أنا مثلاً كنت أجيب الفول آدر اللي صممته قبل شوي، أجيب أربعة من هذا الفول آدر حسب عدد البيتس اللي أنا بدي أجمعهم، بما أني بدي أجمع أربعة بيتس مع أربعة بيتس بجيب أربعة فول آدرز. أوكي، وأنا بعرف أنه كل فول آدر له 3 إمبوتس، فهي خلينا نرسم لـ 3 إمبوتس تبعون لكل واحد من هدول الفول آدرز. أوكي، وطبعاً له 2 أوتبوتس، مظبوط، هي هيك 2 أوتبوتس، 3 inputs 2 outputs. تمام، خلينا نفترض مثلا خلينا نسمي الارقام تبعونا مثلا variable اسمه A، هذا A له 4 bit مثلا، راح اسميهم زي هيك A3 مش هيك بنسميهم عادة، A2 A1 A0 اللي هم 4 bits من A0 اللي هي least significant ل A3 اللي هي most significant، ونفس الإشي مثلا B عندي من B3 B2 B1 and B0. هلا احنا لما بدنا نجمع هدول الرقمين A و B احنا ايش بدنا نجمع؟ ال A0 وال B0 بنجمعهم مع بعض صح، هي بنجمع A0 مع B0 فهي بدخلهم مع بعض على الفول آدر الأول. ايش الكاري اللي جاي عندهم؟ ايش الكاري اللي داخل معاهم هدول؟ ما عندهم مش كاري، أول إشي صفر، فباجي مثلا بحط هون
زيرو ما فيش لأنه كاري داخل عندهم لأنه هدول أول بيت ما فيش إشي داخل معهم. الجواب اللي بس يحسبوا لي هدول التنين الجواب يطلعوا لي إشي منسميه عادة S زيرو، هذه هي اللي significant part في الجواب، صرت أعطي للS أرقام. والكاري أوت اللي بطلع مش هدول بيعطوني كاري أوت، الكاري أوت وين مع مين لازم أجمعه؟ الكاري أوت لازم أجمعه مع A1 و B1، فطلع مثلا هاي هون A1 و B1 والكاري أوت اللي هون مع مين راح أشبكه؟ مع الكاري إن لهذا. عشان هيك بيسموه ريبل كاري آدر. شو يعني ريبل كاري؟ أنه كل فل آدر بيعطي الكاري أوت تبعه للكاري إن للآدر اللي بعديه، فبيكون زي الموجة زي الريبل زي هيك أنت عم تعمل زي الموجة، كل واحد منهم عم بيعطي الكاري للي بعديه عشان يقدر يحسب الجواب تبعه. فهذا بيجمع A1 B1 مع الكاري اللي داخل عليه وبيعطينا S1 وبيعطينا الكاري اللي هي بتيجي هون على هذا الآدر. بعدين هذا بيجمع A2 و B2 والإنبوت الكاري وبيعطينا S2 وكاري بتيجي لهون، وبعدين A3 مع B3 اللي هو بيجمع لي الكاري بطلع لي S3 وبطلع لي هاي آخر كاري هون عادة إيش بكتبوا لها بسموها C out أو C أو C4 زي ما بدك، عادة يعني بيكون إلها more than one name. تمام؟ كيف شباب؟ فهذا بالنسبة للimplementation اللي موجود عندنا. هذا إيش بيسموه هذا الديزاين؟ هذا بيسموه 4 bit ripple carry adder. ليش 4 bit؟ لأنه بيقدر يأخذ رقمين كل واحد منهم 4 bit ويجمعهم لبعضهم البعض ويعطيك الجواب اللي هو بيكون عبارة عن زي ما أنتم شايفين هيو 4 bit اللي هم السم، هي الجواب تبعي، وفي عندي الكاري الأخيرة اللي زيادة. هلا هم صراحة مرات عشان يميزوا برضو أسماء الكاري، الكاري الان اللي داخل أول واحدة بسموها سي زيرو، أول واحدة رقم بسموها سي زيرو، فهاي اللي بتكون طالعة من هذا الفول آدر الأول. حتى هذا الفول آدر بسموه فول آدر زيرو، مثلا عند فول آدر ون شو بسموا الكاري اللي جاي عليه من فول آدر زيرو؟ بسموها سي واحد عشان يكون لها نفس رقم A1 و B1 فبسموها سي ون، هاي بسموها سي تو، هاي بسموها سي ثري، والسي اوت شو مرات بسموها سي 4 على اساس انها بتكون الاخيره اخر واحده. كل مره هم قاعدين بيزيدوا 1 بس طبعا اجين الاسم زي ما قلنا الاسماء انت بتتحكم فيها، بس نورمالي هذا هو الاسم المستخدم. تمام. فهي هذا اسمه 4 بت تريبل كاري ادر اللي موجود بالرسمه هون، اللي موجود بالرسمه هلا راح نحكي عنه شوي، بس هذا طبعا 3 بت اللي موجود بالرسمه. ليش 3 بت؟ لانه 3 فول ادرز موجودين، وهو صراحه مبلش يرقم من A1 B1 بدل من A0 B0 عادي، يعني بدل ما يسمي هذا هو هون A0 هو مسميه A1، وبس هو صراحه الاصح يكون يبلش عاده من 0. بس خلينا بنحكي عن هاي النقطه، مش مشكله لو بلشوا من 1 حسب هاي الرسمه. طيب فخليني امحي هدول شوي. ماشي. هلا بنيجي هون، بنيجي لشغله مهمه. هلا انا هاي بالنسبه لعمليه الاديشن. طب عمليه السبتراكشن كيف ممكن أسويها؟ عملية السبتراكشن هلأ برضو إحنا هذا الإشي حكينا لكم عنه باللوجيك، حكينا إذا أنا بدي أطرح مثلا رقم B من رقم A بقدر أسوي هاي العملية باستخدام إشي بنسميه توس كومبليمنت، اللي هو أجي أعمل أنه أجي هاي تصير عبارة عن A زائد الناقص B، وهذه الناقص B طبعا A ناقص B أو A زائد ناقص B نفس المعادلة، ناقص B يعني النيجيشن تبع B اللي هو عكس الإشارة تبع B، بقدر أحسبه عن طريق إشي بنسميه توس كومبليمنت اللي هو A زائد ناقص B هو عبارة عن B بار زائد 1، يعني اعكس كل بت في البي واجمع لها واحد، هذا بيعطيك التوس كومبليمنت تبع البي أو اللي إحنا بنسميه ماينس B النيجيشن تبع B. هاي برضو علمناكم إياها باللوجيك. فالA ناقص B معادلة الA ناقص B ممكن أنا أحلها بالهاردوير زي هيك A زائد B بار زائد واحد. شو استفدت هون؟ أنه أنا حولت السبتراكشن، حولت عملية السبتراكشن الطرح لعملية أديشن، صارت كلها جمع. بس إيش لازم أعمل؟ الفاريابل اللي اسمه B ما بيصير أدخله زي ما هو، لازم أعكسه، الصفر يصير الزيرو يصير 1 والون يصير 0 لأنه B بار هون، ولازم برضو أجمع واحد لهذا الإشي. كيف لو بدي أجي على هذا اللوجيك اللي أنا قبل شوي رسمته، كيف بقدر أخليه بدل ما يعمل لي addition يعمل لي subtraction؟ صراحة إذا بدك إياه يصير يعمل بدل addition subtraction، أول إشي بدك زي ما قلنا مثلا عند كل بدك تعمل A ناقص B بدل A زائد B، عند كل واحدة من الـ B بدك تضيف مثلا inverter عشان تعكسه،
البي بار تعكسها والبي 1 تعكسها والبي 2 وهكذا. هي حققت العكس تبع البي. والشغلة الثانية أني بدي أجمع واحد زي ما قلنا هون، من وين هذا الواحد بقدر أضيفه؟ الكري الأولى اللي هون اللي كانت صفر في حالة الأديشن، الكري اللي كانت صفر في حالة الأديشن بقدر أنا أخليها إيش؟ بقدر أخليها تصير واحد هون. فإذا بجمع أنا واحد وبعكس البي بصير هذا الديزاين بدل ما هو 4 بت ريبل كاري آدر شو بصير اسمه؟ 4 بت إيش؟ سبتراكتر، بطرح هذا وظيفته يطرح سبتراكتر، بدل 4 بت ريبل كاري آدر صار 4 بت سبتراكتر لما عكست البي وحطيت واحد. طب أنا مش ما يعني أنا بدي أسوي التنتين، بدي أسوي الآد وبدي أسوي السبتراكت التنتين، بس ما بدي أكرر اللوجيك، بدي أستخدم نفس اللوجيك عشان أسوي بوث آد وسبتراكت. فبالتالي بهاي الحالة شو أحسن طريقة؟ أحسن طريقة أنه إحنا نيجي، خليني أمحي الموجة هاي اللي هون، هذا أنا رسمتها كلها فكرتها مرة واحدة، أوكي خليني أمحيها عشان ما تمام هلا بظبطها. خليني أمحي الإنفيرترز اللي ضفناهم، خلينا نمحي هذا الرقم 0. هلا احنا بنقدر صراحه نسوي الاتي، نقدر نسوي الاتي اللي هو انه احنا نيجي مثلا عند كل عند كل بي نحط اكس اور جيت. هلا بنشوف ليش بدنا الاكس اور جيت. من كل واحده من البيتس تبعون البي بحط اكس اور جيت. هاي برضو احنا علمناكم اياها باللوجيك باي ذا واي، هاي كلها ريفيو من ماده اللوجيك. عند كل واحده من البي حطينا اكس اور جيت. الـ XOR gate إلها 2 input، يا واحدة دائماً الـ B0 والـ B1 والـ B2، والـ input الثاني جاي من هاي الكاري الأولى اللي هي C0. أيوه. بدخل على هاي وبدخل برضو هون وبدخل على هاي وبدخل على الآن الـ XOR الأخيرة، كلياتهم بياخدوا من الـ C0 تمام الـ XOR. طب هلأ أنا شو بقدر، شو استفدت من هذا الحل؟ استفدت الآتي شباب من هذا الحل إذا استخدمت الـ XOR بهذه الطريقة، اللي هو إيش؟ اللي هو أني أنا بقدر أسير أعمل الآتي. بصير أنا أقدر أتحكم لما أحط C0 صفر إيش بصير؟ لما أحط C0 صفر بديك تتذكر لما أنا كنت أعطيك مثلاً أي variable، مثلاً خليني أفترض اسمه هذا الـ variable BI، بغض النظر هو أي B فيهم B0 ولا B1، لما الـ BI أعمل لها XOR مع الـ constant صفر، أثبتها صفر، شو بطلع الجواب دائما؟ جرب حط، افترض يعني انت قول بي اي يا صفر يا واحد. طب لو البي اي كانت صفر، صفر اكس اور صفر شو الجواب؟ الجواب صفر. طيب لو كانت البي اي واحد، واحد اكس اور صفر شو كان الجواب؟ واحد. اذا الجواب دائما هو نفس قيمة بي اي. اذا بي اي صفر، اذا انا عم بعملها اكس اور مع زيرو، اذا بي اي كانت صفر راح تكون راح يطلع الجواب صفر، اذا بي اي واحد راح يطلع الجواب واحد. فبالتالي فمعناته الجواب اللي هون ايش بقدر بكتبه هو بي اي نفسه. فإذا أنت عندك XOR gate وأنت دخلت مع الانبوت الثاني 0، شو راح يجي عندك هون على الاوتبوت تبع هون؟ هون راح يجي B0 مثل ما هو بدون أي تغيير، هون راح يجي B1 بدون أي تغيير، هون راح يجي B2 بدون أي تغيير، وهون راح يجي B3 بدون أي تغيير. وبما أنه هون صفر، شو بيكون اللوجيك هذا قاعد بيسوي؟ قاعد بيجمع عادي A زائد B، جمع بيعمل add، ما غير ولا إيش على البي. صح؟ طيب إذا أنا أجيت اتحكمت بالـ C0 وحطيت الـ C0 بدل صفر حطيتها واحد، إذا حطيتها واحد هلأ بديك تتذكر شو بيصير لما أنت تيجي يكون عندك أي variable وأي variable وتعمل له XOR مع واحد. يعني هون حطيت واحد، جرب حط هنا واحد وهنا واحد، لما الـ BI يكون صفر، صفر XOR 1 اللي هو 1، أما 1 XOR 1 الجواب 0. فشو الجواب طلع عندي هون؟ الجواب طلع عندي هون العكس تبع البي اي، لما بي اي كان صفر طلع واحد، لما بي اي كان واحد طلع صفر، اذا الجواب هو بي اي بار. اذا هون اذا كان في واحد هون ما راح يكون الاوتبوت على الاكس اور جيت بي 0، راح يكون بي 0 بار، بي 1 بار، بي 2 بار، وبي 3 بار. فانت عم تجمع، راح تكون عم تجمع اي زائد بي بار زائد 1 من هون، اللي هي ايش تعادل؟ حكينا تعادل اي ماينس بي. فانت بهذا اللوجيك صرت تقدر تعمل يا إما آدر يا إما أديشن يا إما سبتراكشن حسب قيمة الـ C0 الكري اللي هون أول واحدة، بس بشرط طبعا أن هاي الـ C0 تكون مشبوكة زي ما قلنا على الـ XOR gates. إذا صفر معناته آد، وإذا واحد معناته سبتراك. فهذا الديزاين اللي مرسوم هون شو بيصير اسمه؟ هذا بيصير اسمه 4 bit، أوكي
هذا سبتراكتر، لأنه هذا بيسوي لك تقدر تعطي أنت أي رقمين A and B كل واحد فيهم 4 bit، وبتقدر تختار أنه يخلي يجمع لك إياهم أو يعمل لك عملية الطرح A ناقص B حسب قيمة C0. فالرسمة اللي موجودة هون، هاي الرسمة الموجودة هون هي رسمة 3 bit adder subtractor، لأنه عندي 3 full adders هون، وزي ما قلنا هون بلش يسمي من A1، هي مسمي C1 بدل C0 أول واحدة، ورجع برضو مسميها MM هون زي كنا معناتها أنها مود. يعني أنت شو المود تبع الأوبريشن تبعك، هل هو add ولا هل هو subtract؟ يعني إذا صفر معناته add، وإذا واحد معناته subtract. بس هو نفس الديزاين بالضبط، طلع كل واحدة من البي داخلة على XOR gate، والM هاي اللي هون اللي هي C1 داخلة على XOR gate هاي، وعلى XOR gate اللي هون، وعلى XOR gate الثالثة. يا إما بتعكس لك البي، يا بتخلي البي مثل ما هم وبيشتغل آدر عادي. فأنت لأنك هاي السيركت راح تصممها، فأنا بت يعني أذكرك بهاي الشغلة. هلأ أنا هون صراحة بدي أحكي لكم ملاحظة. لو أنت شباب، لو أنتوا بنيتوا، أنا هاي الملاحظة اللي واجه يعني أكثر من طلاب بحسهم يعني بيسألوا عنها وبيستفسروا عنها، فخليني بدي أفتح صراحة PowerPoint وأشوف أنه أورجيكم شغلة في PowerPoint. هاي هون مثلا زي هيك، أوكي. أنا كنت حاططهم هون بس قلت بعدين خلص على التجربة نفسها. خليني أفتح سلايد فاضي، layout blank، وأعمل هيك. طيب شباب، لو أنت كنت معرف موديول أوكي ومسميه فول آدر، مفروض أنت تعرف اللي هو هاي. متذكر الفول آدر زي هاي الفول آدر، قلنا كم من إمبوت له، قلنا له مثلا 3 إمبوتس، هاي X Y و Z، وكان يطلع 2 آوتبوتس اللي هم الاس وال والسي، الاس والسي. فأنت مفروض لما تعرف هذا الموديول يكون هيك تعريفه، 3 inputs x y z، 2 outputs اللي هو مثلا والله cs بغض النظر، وتكتب الكود تبع هذا الموديول جوا. هلا لما بدي اصمم الموديول، لما بدي اصمم الموديول اللي هو تبع الـ قبل شوي، زي مثلا هذا ال 3 bit adder subtractor مثلا، بدي اسميه زي هيك، لانه احنا قلنا ما بصير يبلش اسم الموديول برقم، فمثلا بدي اسميه 3 underscore bit مثلا زي هيك، whatever adder underscore subtractor. رمع هلا لما بدك تصمم هذا الموديول اللي هون، ايش الانبوتس والاوتبوتس تبعوه راح يكونوا حسب الرسمه اللي قبل شوي كانت موجوده. خليني اورجيك حسب الرسمه اللي كانت موجوده هون، شو الانبوتس له هذا البلوك دياجرام. عندك الاي في لها 3 بيتس اللي هم من A1 ل A3، البي في من B1 ل B3، وفي عندي M هذا input الM، تمام. هيا دول 7 inputs. وشو الoutputs لإله؟ إله 3 outputs من S1 ل S3، وإله برضو C4، فهدول كلهم بيكونوا عندك على الoutput، تمام. فأنا راح أجي أكتب مثلا، والله بديش أنا أكتبهم كلهم، بس راح أكتب A1 وهكذا A2 A3 وA مثلا، أنا هيك مرتبهم A3 B1 B2 B3، ولازم تكون برضو معرف S1 S2 S3 والأخيرة كانت C4، صح. وأسكر هون، تمام، القوس تبعي، تمام. وهي هون سيمي كولون. هلا لما بدي أعمل هذا الموديول، أكيد رح إذا بدك تبنيه أسهل إشي تبنيه structural، لأنك أنت بنيت الفول آدر أصلا، فبدك تجيب كم من فول آدر من اللي أنت بنيته، بدك تجيب 3 فول آدر حسب الرسمة، وبتجيب 3 XOR gate من اللايبراري. أنا اللي بدي إياك تتذكره، لما بدك تعمل نسخة من الفول آدر، أحسن إشي قلنا تاخد copy paste من هذا اللاين وتحطه هون، وتحطه مع دبل باك سلاش عشان يكون باللون الأخضر. حتى هاي بدي أغير لك أنا اللون عشان أنت تتذكر أنه هاي بتكون باللون الأخضر، بتكون comment. بس يا شو بما يرضى يعطيني الاوبشن تبع بطل يعطيني. اوكي، انا بسمح هاي.
بنعمله باللون الأخضر. تمام، وهي هون هي اللون الأخضر، هي واجي احطها زي هيك واجي اكتب هي اف اي اكس واي زي اند سي اند اس زي هيك. هلا لما انت تيجي تعرف موديول ايش قلنا بنحكي، مثلا بتعطي اسم الموديول اف اي وبتعطي مثلا اسم الكوبي اللي بدك اياها، مثلا اف اي 1 انت بدك تسميه هيك اف اي 1. ضروري شباب هلا لما انت لما بدك تيجي تعمل هاي الانستنس بدك تتفرج اسماء الانبوتس، بدك الترتيب تبعهم مهم لانك بدك تشوف انت الانبوت اللي اسمه اكس ايش داخل عليه هلا في التوب موديول اللي اسمه 3 بت ادر لهي الانستنس. مثلا اذا انا افترضت انه هذا هو، اذا انا افترضت انه هذا هو الفول ادر اللي انا بحكي عنه، هذا هو فول ادر 1، ايش مثلا هي مثلا افرض اني انا حطيت هاي اكس وهاي واي مثلا وهذه هي الزي، الواي الاكس شو داخل عليها؟ الاكس داخل عليها الاوتبوت تبع الاكس اور جيت، الواي شو داخل عليها تبعت هذا الفول ادر 1؟ الواي داخل عليها A1. فأنا لازم آجي مثلا هون وين مكان الواي؟ الواي هي تاني وحدة، فتاني وحدة إيش لازم أحط بدالها هون عندها اللي هي الواي؟ الواي أحط عندها A1 أوكي. والزي إذا متذكرين الإنبوت اللي كان اسمه أنا نسيت هون أكتب في إنبوت كان اللي هو M، نسيت أحطه الM، ففي الزي هي كان فات عليها الإنبوت اللي اسمه M. وشو كنا مسميين السي والإس؟ السي كان اسمها C1 والإس كان اسمها S1. فأنت التزم بالأسماء ولازم تلتزم بالترتيب، الترتيب إجباري شباب، الترتيب اللي أنت عرفت فيه الموديول هون لازم يضله نفس الترتيب اللي أنت حاطه هون، ما بصير يتغير زي ما بدك بخرب الديزاين. ما هو أنت ما هو هو بالنسبة له ماخذ هون الإكس وعامل فيها لوجيك معين إكس أور مع whatever، فلما أنت تيجي تكتب له إكس هون شو هي هاي الإكس رح تتعوض في الموديول. فعشان تتعوض في المعادلات بالطريقة الصح لازم تلتزم بالترتيب تبعك، ما تغير الترتيب لما تعمل انستنس من الموديول. هاي انتبهوا عليها، اتس فيري امبورتنت، اتس فيري امبورتنت بوينت. طبعا انا ما حطيتش قديش الاكس لانه الاكس جاي من الاكس اور جيت، يعني انت لازم يكون في عندك موديول مثلا اكس اور جيت وعامل منه مثلا نسميها اكس اور 1 ولها مثلا تو انبوت 1 اوتبوت. شو الانبوتس تبعونها؟ مثلا الانبوت تبعونها هم بي 1 والام إذا بترجع على الإكس أور، والأوتبوت مثلا أنت تسميه زي ما بدك، تسميه وير بي 1 دبليو بي 1، وهي بحط الوير دبليو بي 1 هون. ولهو كيف بدي يعرف أنه الأوتبوت تبع الإكس أور جيت هو اللي مشبوك مع الإنبوت إكس؟ لازم يكون لهم نفس الاسم دبليو بي 1 دبليو بي 1، هيك بتضمن أنه هم مشبوكين مع بعضهم البعض. تمام؟ أوكي، فأنا هاي النقطة اللي كنت أكد عليها صراحة. هلأ في عندنا برضه كمان بلوك دياجرام احنا راح نحتاجه بهاي التجربه اللي هو البلوك دياجرام تبع الملتيبلاير، اللي هو انا بعطيه مثلا تو نمبرز كل واحد فيهم تو بيتس وهو بيعمل لي ملتيبليكيشن لهم. هلا مثلا في هذا المثال انا مثلا بعطيك تو نمبرز A وB كل واحد فيهم تو بيت وبدي اضربهم ببعضهم البعض، مثلا بدي اعمل A ضرب B، فحطينا البيت تبعون A والبيتس تبعون B. هلا انت شو بدك تضرب؟ مثلا هي ضرب هون، عمليه ضرب، بدك تاخذ زي ما بنعمل بالضرب العادي بالديسيمال سيستم، بدك تاخذ كل بت من A وتضربها بالرقم B. فمثلا باجي على A0 وبدي اضربها بالرقم B، بدي اضربها ب B0 وتضربها ب B1. طيب A0 ضرب B0 كيف بتتمثل في الـ في الـ في الديجيتال لوجيك؟ يعني ما انت هدول عشانهم بس بتس بيكونوا، يعني انت لو انا عندي A0 B0 بدي اعملهم تروث تيبل، شو الاحتمالات تبعتهم؟ زي هيك اوكي، عندهم اربع احتمالات. طيب اذا انا بدي اعمل عمليه ضرب، يعني A0 ضرب سوري يعني هون بدي اكتب هي A0 ضرب B0، ضرب 0 ضرب 0 الجواب 0، هون برضو 0 هون 0 وهون اخر شيء 1 ضرب 1 الجواب 1. فاذا بتلاحظ هون انه عمليه الضرب مطابقه لعمليه الايش، لعمليه لاي لوجيكال اوبريشن، لعمليه الان أنه الأوتبوت للضرب ما بيكون واحد غير إذا كانوا التو بيتس قيمتهم واحد. عشان هيك لما ضرب هو A0 ضرب B0 حط لك الجواب، الجواب هو A0 ANDED مع B0. طيب خلص بضرب الA0 مع الB1 شو بطلع الجواب؟ A0 ANDED مع B1، بترك صفر زي ما بنترك صفر دائما، بترك خانة بزيح خانة، وهلأ بده يضرب الA1 بالB0 والB1، فبطلع بطلع A1 ANDED مع B0 وA1 ANDED مع B1. هلأ شو بيسوي؟ هدول بيسموهم partial products، بده يجمع جمع عادي A0 B0 لما يجمع لها صفر أكيد راح تضلها نفسها،
وهنا احنا مسمين الجواب تبع الملتيبلاير السي، كان بامكانك تسميه مثلا ام 0 عادي، كان بامكانك تختار اي حرف، هنا هو مسميه سي. يمكن السي شوي كونفيوزنج عشان مستخدم للكري، يمكن كان احسن لو سميناه ام زي الملتيبليكيشن، انه هذا ام 0 يصير هذا ام 0 هذا ام 1 هذا ام 2 وهذا هون ام 3 اوكي. بس هلا مش مشكله، هلا انا بدي اياك تحكي لي قديش قيمه كل واحده من هذول الاوتبوتس اللي هي سي 0 سي 1 سي 2 سي 3. بما انه اي 0 بي 0 بدي اجمع له صفر، اي شيء بتجمع له صفر بضله نفسه صح يعني، لو فبالتالي اكيد سي 0 شو يساوي، سي 0 بيساوي اي 0 اندد مع بي 0 اللي هي برضه او سميناها احنا ام 0 زي ما بدك، ام 0 اللي هو نفسه سي 0 بيساوي اي 0 اندد مع بي 0. يعني انا بس بحتاج اعمل اند جيت بين اي 0 وبي 0 عشان احسب السي 0 اول بت في الملتيبليكيشن. طب الباقي ام 1 ما بقدر اعرف قديش ام 1، لازم اجمع، بدي اجمع. فشوف اسهل شيء تتخيل الجمع انك بدك تجمع هذول الرقمين مع بعض. ايش وين هم الرقمين اللي انا عم بحكي عنهم؟ هذا الرقم الاول اللي هو عباره عن خانتين، وهذا الرقم الثاني اللي هو عباره عن خانتين، هذا نمبر 1 هذا نم 1 وهذا اللي تحت هو نم 2. كل رقم فيهم عباره عن خانتين. النم 1 شو الخانتين تبعونه؟ اي 0 اندد مع بي 1 والخان الموست سيجنيفيكانت تبعته صفر لانه فيش شيء هون. اما نم 2 شو الخانتين تبعونه؟ اي 1 اندد مع بي 0 اللي هي الاولى اللي هون، واي 1 اندد مع بي 1. اذا جمعت هدول جمعتهم جمع بيطلع معك الجواب اللي انت بدك اياه. تمام. طيب فهلا شو اسهل طريقه معناته انا اصمم هذا المالتي بلاير اللي بيعمل لي هاي العمليه؟ اسهل طريقه، شوف لاحظ هون الديزاين كيف الديزاين سوى، اخذ اند جيت ودخل عليها بي 0 واي 0 وسمى الاوتبوت تبعها سي 0. هي اول بت من الملتيبليكيشن طلعت معي ممتاز. طيب شو ضل عندي هلا؟ ضل عندي اجمع، انا بدي اسوي جمع اوكي. شو هو اللوجيك اللي بيعمل لي عمليه الجمع اللي صممناه قبل شوي؟ الريبل كاري ادا، بس انا ما بدي واحد يكون 4 بت ولا 3 بت، بدي يكون بس 2 بت. ليش بدي اياه يكون بس 2 بت؟ لانه انا عندي كل رقم عباره عن 2 بت. طب وايش هيك راح يطلع الجواب تبعي لما انت تجيب 2 فول ادر زي هيك وتشبكهم مع بعضهم البعض؟ كم من بت راح يطلع عندك الجواب؟ هذا راح يكون اسمه اس 0 مثلا، هذا اس 1، والكاري الاخيره راح تكون سي 2. معناته قديش؟ طبعا سي 2 عشانها سي اوت، او اللي هي سي اوت خلص ليش اسميها سي 2 عشان ما تلخبطوش هون، سي اوت اللي هون. هذول الثلاثه بيتس هم الاوتبوت تبعون لما انت تجيب 2 فول ادر وتستخدمهم عشان تجمع رقمين كل واحد فيهم 2 بت. فانا بتوقع هاي العمليه اللي بالمربع هون الاحمر تعطيني 3 بت، اس 0 واس 1 وسي اوت، اللي هم شو راح يكونوا؟ عباره عن ايش؟ سي 1 سي 2 سي 3. فسي 1 هي عباره عن هاي الاس 0 هي نفسها سي 1 تبعت الملتيبلاير، واس 1 هي نفسها سي 2، والسي اوت شو راح تكون؟ هي السي اوت راح تكون سي 3. فانا عشان ابني الملتيبلاير بحتاج للاند جيت هاي اللي هي اي وبي عشان تطلع لي سي 0، وبحتاج لتو بت ادر سبتراكتر او بس ادر عشان يعمل لي هذا الجمع. تقدر تجيب تو بت ادر او تو بت ادر سبتراكتر، بس التو بت ادر سبتراكتر بتدخل على الام تبعته اللي هي المود صفر. عشان ايش يعمل لك اي عمليه؟ عشان يعمل لك عمليه جمع، لانه انا في الملتيبليكيشن بدي اعمل جمع ما بدي اسوي طرح اوكي. فاذا انت مثلا بنيت 2 بت ادر سبتراكتر بامكانك تستخدمه عشان تعمل الملتيبلاير اللي انت بدك اياه. هلا بالرسم اللي موجوده هون شباب، هو ما استخدم ال2 بت ادر، هو استخدم الهاف ادر. ليش استخدم الهاف ادر؟ هذا السؤال. ليش بزبط انك تبني الملتيبلاير يوزنج هاف ادر؟ اللي هو السبب الاتي. طلع انا لما شايف انا شو بدي اجمع، اللي بدي اجمعهم هيو مره ثانيه اذا احط عليهم مربع احمر هذول الاثنين زي هيك اوكي، وهاي اوريدي خلص، هاي اوريدي هي صفر، هي طلعت على طول زيرو، فخلينا نمحيها عشان ما نتلخبط. هاي بدناش اياها اللي هون اوكي. انا هذول اللي بدي اجمعهم، اول رقمين مش انا بدي اجمع رقمين ما في لهم، ما فيش لهم، مش داخل معهم كاري. فهدول التنين بقدر أجمعهم باستخدام هاف آدر، يعني أنا بقدر أجيب هاف آدر وأدخل التو إمبوتس تبعونه، واحد يكون A0 أندد مع B1 والتاني يكون A1 أندد مع B0. طبعا عشان أسوي هذا الإشي بدي تو أند جيت، شايفين هاي تو أند جيت، هاي واحدة هاي تنتين، واحدة A1 مع B0 واحدة A0 مع B1، وأدخلهم على هاف آدر
الهاف أدر بيطلع لي الاس اللي هي في الحالة اس زيرو عندنا اللي هي نفسها اس زيرو، وبيطلع لي كاري. الكاري شو راح أسوي فيها؟ طلع عندي كمان هاف أدر، جيب كمان هاف أدر. الهاف أدر هذا الثاني إيش بدخل عليه؟ بدخل عليه واحدة من الإنبوت تكون A1 ANDED مع B1 اللي هي هاي، وبما إنه الإنبوت الثاني هون صفر يعني ما لوش قيمة، بقدر بدل ما أدخل الصفر أدخل الكاري اللي جاي من هذا الهاف أدر، لأنه أنا هدول لما أجمعهم ممكن يعطوني كاري، في كاري هون ممكن تيجي. طيب بس في واحدة من البتس اللي عم بجمعها دائما صفر، ففيش داعي أجمعها، بس علي أجمع الكاري مع A1B1. فإذا عملت هذا الإشي زي ما هو هون سوى، أخذ الـ Cout ووصله مع AND GATE، هذا شو راح يعطيني؟ هذا راح يعطيني S1 وهذا راح يعطيني الـ Cout اللي هم شو أسماءهم؟ S0 اللي هي عبارة عن C1 للمالتيبلاير، والS1 هي عبارة عن C2، والC out هي عبارة عن C3. فبإمكانك تبني باستخدام half adder، وبإمكانك برضو لا تبني عادي باستخدام 2-bit adder subtractor. بإمكانك تبني باستخدام 2-bit adder subtractor، تمام؟ طيب إذا بدي أبني باستخدام 2-bit adder subtractor اللي هو هيك، هي full adder هي واحد، وهي كمان full adder. أنا مثلا أنا already عامل مثلا 2-bit adder subtractor اللي هو زي هيك، مثلا بيجي له مثلا A0، أنا بس هيك عم بعمل، أو بلاش بديش أكتب هون A0 شوي، خليني أمحي. تمام، خليني أحط هيك هون كمان XOR gate، وهذا الـ Cout هيك، هي إحنا هيك الـ 2-bit. This is the two-bit. This is the two-bit adder subtractor. هاي تدخل هون وبتدخل هون، وهون كل واحد له input. تمام. فأنا كيف بقدر أخلي هذا الفول adder أستخدمه عشان يسوي لي عملية الأديشن هون اللي هي عبارة عن A0 ANDED مع B1 و A1 ANDED مع B0 وهون صفر الرقم الثاني. طبعا هذه تعتبر خانة واحدة، هاي تعتبر خانة، يعني يا راح تكون يا صفر يا واحد، A1 ANDED مع B1، أوكي؟ فكيف بدي أجمع، كيف بدي أعمل عملية الجمع هاي زائد؟ أنا أنت 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 كيف كنت تجمع لما يكون عندك رقمين؟ كيف كنت تجمعهم؟ كنا نحط مثلا لما كانوا الرقمين على فرضا A1 A0 B1 B0، شو كنا نسوي؟ كنا نيجي هون نحط هاي هون B A0 A1، ونحط هون B0 B1، ونخلي هذه يتحكم هل هو بده يعمل ادر او سبتراكتر. طب نفس الشيء انت بس بطل اسمهم A0 A1 B0 B1، هيك صار اسمائهم، بدل A0 A1 صار عندك هذا الرقم الاول، والرقم الثاني بدل ال B0 B1 صار عندك هذا A1 A B0، تمام؟ فشو بقدر معناته اعمل؟ بقدر اسوي زي هيك، هي طريقه ثانيه للون، انه اول عند تذكر انه هذا اللي فوق اللي هو هذا، فبقدر اجي اعمل زي هيك، هذا اللي هون أحط عليه A0 ANDED مع B1 اللي هي مكان الـ A0، وإيش مكان الـ A1 هون؟ مكان الـ A1 صفر، فيش إشي، هيو هذا الزيرو اللي هون. طيب مكان B0 اللي هي كانت هون، شو في هون موجود؟ A1 ANDED مع B0، طبعا بدي AND GATE لازم، وبدل الـ B1 اللي هي كانت هون إيش في عندي؟ A1 ANDED WITH B1، هاي بحطها هون. إذا بحطهم زي هيك وبحط عندي الـ C0 صفر، أثبتها على صفر، هذا مضمون أنه هذا إيش رح يعمل؟ بما أنه صفر رح يعمل آد، رح يجمع الرقمين اللي أنا حطيت له إياهم، وين رح يطلع لي الجواب؟ رح يكون هاي هنا S0، هنا S1، وهنا الـ Cout، أو اللي إحنا إيش سميناهم للمالتيبلاير C1 C2 and C3. لا تنسى أنه الـ C0 هي بس عبارة عن AND gate جاهزة، فلو أنا أخذت الـ AND gate الأولى اللي هون هي وشبكتها هون، والآن جيت الثانية وشبكتها هون على هاي، سوري على أو بقدر أعمل هيك، أوكي. الآن جيت الثانية الآن جيت الثانية هون شبكناها على ال A1B0، والآن جيت الثالثة هي اللي شبكناها على هون. هيك هذا الديزاين برضو بيعطيني نفس الاوتبوت، سواء استخدمت هاف ادرز او فول ادر بهاي الطريقه، الطريقتين بزبطوا. اذا انت اصلا اوريدي باني ال2 بت ادر سبتراكتر،
ليش ما تستخدمه هو؟ ما في داعي تعمل ديزاين جديد. وهذا الشيء اللي صراحة إحنا راح نسويه بالتجربة تبعتنا. هلأ صراحة آخر 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 أريثماتيك بلوك نحكي عنه إحنا بالتجربة هو الأريثم الكومباراتور، مع إنه إحنا صراحة ما يعني ما نطلب منك أنك تصممه بالتجربة، بس أنت هذه بس بدنا تصير أنت هيك تخلص الفكرة بالنسبة لك واضحة. إذا أنت بدك تبني أي أريثماتيك أوبريتر إيش أو أي أريثماتيك بلوك دياجرام إيش بدك تعمله تروث تيبل. فشو يعني أول إشي كومباراتور؟ كومباراتور هو بلوك دياجرام أنت بتعطيه تو نمبرز وبقارن لك إياهم، بحكي لك هل A أكبر من B، هل A أصغر من B، أو هل A بيساوي B. فأنا لو أجد أعمل لتروث تيبل لهذا الكومباراتور، هاي مثلا إحنا حاطين هنا الإنبوتس A و B، الأوتبوت لهذا الكومباراتور ثلاثة سيجنالز، واحدة منهم اسمها A أكبر من B، واحدة منهم اسمها A يساوي B، واحدة منهم اسمها A أصغر من B. تمام؟ طيب لما يكونوا الاثنين 0-0 يعني A 0-0، مين الجواب اللي بيكون واحد؟ الـ A يساوي B بيكون واحد، والاثنين الثانيين بيكونوا صفر، لأنه مش لأنه 0-0 يعني A بيساوي B. إذا 0-1 مين الأكبر؟ A أكبر من B، فطلع A أكبر من B بيكون 1 والباقيين بيكونوا صفر. لما 1-0 الـ A أصغر من B أو الـ B أكبر من الـ A، ولما 1-1 رجع مرة تانية الـ A بيساوي الـ B. من هدول الـ Truth Table أنا بقدر أطلع المعادلة تبعت A أكبر من B. شو معادلته هذا الأوتبوت؟ إمتى بيكون واحد؟ معادلة الأوتبوت A أكبر من B هي عبارة عن A B bar، صح؟ أيها A1 والB لازم تكون صفر. معادلة الأوتبوت A أصغر من B هي عبارة عن اللي هي هون not A B. ومعادلة الأوتبوت A بيساوي B، شو هي هذا الأوتبوت؟ شو معادلته؟ يا يكونوا A وB التنين 0 أو يكونوا التنين سوري أو يكونوا التنين واحد. Or AB اللي هي صراحة هاي الإكس أو الإكس نور جيت اللي هي الإكس أور معكوسة، يعني لأنهم لازم يكونوا زي بعض مش مختلفين عشان يكونوا. بطلع مثلا هون هو ببساطة بنى السيركت زي هيك، هي أخذ هي نت A ANDED WITH B، وشو سمى الأوتبوت؟ هي AND GATE NOT A ANDED WITH B، NOT A ANDED WITH B اللي هي هاي NOT A ANDED WITH B، شو اسمه الأوتبوت هاد؟ A أصغر من B. طيب و A مع NOT B، A مع NOT B هذا شو بيكون الأوتبوت تبع الAND GATE؟ A WITH NOT B بيكون الأوتبوت تبعه A أكبر من B، هاي هون A أكبر من B. أوكي؟ وكان بإمكاننا نبني زيه نفس الإشي الـ A يساوي B، بس هو أنا شو عمل؟ هو حكى إذا لا A أكبر من B ولا A أصغر من B، إذا لا هاي ولا هاي معناته إيش أكيد؟ معناته هو A يساوي B. يعني هو كيف كتب هاي المعادلة؟ كتب أنه A يساوي B هي إيش؟ A يساوي B هيك كتبها. إذا A يعني عملها باستخدام الـ OR gate، حكى إذا A أكبر من B كانت صح، أو A أصغر من B كانت صح، بس حط فوقيهم كلياتهم نت، يعمل لأنه نور هون شايفين فيه هون إنفيرتر اللي هي إيش معناها؟ لأن خليني أمحيها وأكتبها مرة تانية لأنه هيك بديش إياكم تتلخبطوا صراحة. وكتب المعادلة زي هيك، كتب معادلة الـ A زائد B زي هيك، حكى A أصغر من B أور A أكبر من B والكل نت. هاي لما يوزعها كدي مورغان إيش تطلع؟ A أصغر من B not، يعني ما بديها تكون A أصغر من B، and A أكبر من B برضو not، يعني لا تكون أصغر ولا تكون أكبر. إذا both are zero، إذا التنين are zero هدول، إذا التنين هدول طلعوا zero، شو راح يطلع الجواب هون؟ راح يطلع الجواب واحد، يعني أنه A بيساوي B. بإمكانك كنت تسويها هيك، بإمكانك كنت تسويها حسب المعادلة اللي إحنا طلعناها، أنه not A not B or A B برضو بزبط، ما في مشكلة. فإذا أنت هيك تقدر هلا تبني الكومباراتور. أنا كنت بحكي للطلاب مثلاً أنت بالبيت جرب افترض أنه رقم أنه إيه بدك تعمل بدل 1 bit comparator، جرب بدك تعمل 2 bit comparators مثلاً 2 bit comparator. كيف بدك تصممه؟ يعني الـ A والـ B الأرقام اللي عم بتقارنها كل واحد فيهم 2 bit، يعني مثلاً A هو A1 A0 و B هو B1 B0، إله كل واحد إله 2 bit. لما تيجي لك تعمل الـ truth table هلا صار عندك الانبوت عبارة عن 4 بت فإلهم 16 احتمال 60، يعني بدك تبلش 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 اوكي. هذول اول اربع احتمالات، هذول اربع اول اربع احتمالات انت شو عملت؟ ثبتت الاي على صفر، اي ثابت على صفر لانه هي صفر صفر، والبي كنت تغيره. لما البي كان صفر صفر زي الاي، لما تفرق مين الاوتبوت اللي راح يكون واحد؟ اي بيساوي بي راح يكون واحد، اما اي اكبر من بي بيكون زيرو، واي اصغر من بي بيكون برضه صفر. طب لما اي يكون صفر صفر والبي صفر واحد، مين الاكبر؟ بي هي الاكبر، فهي واحد زيرو زيرو، برضه صفر واثنين بي هي الاكبر، فواحد زيرو زيرو، ثلاثه وصفر برضه بي هي الاكبر، وهكذا. هلا بعدين بتكمل لسه التروث تيبل فيها 16. هلا بتثبت بتثبت الاي على الواحد 0 1 0 1 0 1 وبتغير هدول مره 0 0 مره 0 1 مره 1 0 مره 1 1 وهكذا، وبصير تقارنهم 1 و0 الاي اكبر فهي 1 0 0 مثلا، وبتصير تطلع المعادله لكل اوتبوت. مثلا لما تيجي بدك تشوف هاي، تيجي تحكي امتى الاي بيساوي البي، شو معادله مثلا اي بيساوي البي؟ اول تيرم هذا اللي هون، اول تيرم اللي هون بيكون عندك a1 بار a0 بار b1 بار b0 بار، بيكونوا كلهم صفار. اذا كانوا كلهم صفار هذا بيكون واحد. طبعا بدك تعمل اور لانه ممكن يكون في حالات تانية فيها واحد، وتطلع المعادلات للاوتبوت وتصير تقدر تعمل لهم امبلمنتيشن باستخدام الفيريلوج او كاسكيماتيك وهكذا. تمام. فبناء على هذا الاشي صراحه، بناء على هذا الشرح اللي حكيناه، انتوا ايش المطلوب منكم بتجربه، ايش المطلوب منا بتجربه هذا الاسبوع؟ المطلوب هو الاتي، هاي لاب 6، هاي التجربه تبعتنا. المطلوب انه نصمم ALU حسب هاي الرسمه، ALU design arithmetic circuit، بتسوي لي الثلاث اوبريشن زي ما قلنا في البدايه، addition subtraction and multiplication، هاي العمليات اللي بدي اسويها للأرقام نعتبرهم unsigned numbers. بدك تتذكر هذا الإشي ببالك، تمام؟ فهلا أنت عشان تقدر تسوي هاي العملية، أو عشان تقدر تسوي هذا البلوك دياجرام، لازم يكون في عندك بلوك أو موديول بيسوي لك عملية الأديشن والسبتراكشن اللي هو الـ 2 bit adder subtractor، لأنه بلوك واحد بيسوي لك العمليتين. أنت بتقدر تختار إيش هم العمليات اللي يسويهم هذا الـ 2 bit adder subtractor. وبعدين طبعا شوف مثلا هذا 2 bit adder subtractor له 2 bits تبعون A، بياخذ inputs تبعون A، 2 bits تبعون A، وبياخذ 2 bits تبعون B، والبت بدل M اللي كان اسمها M مود هون مسمينها احنا كانبوت مسمينها S، يعني زي select اختار هل هو adder او addition ولا subtraction، بس هي نفسها تبعت المود تبعت M هاي اللي هون. وشو حكينا الاوتبوت؟ له ثلاثة اوتبوت هذا، لانه 2 bit adder subtractor S0 S1 and C out. فهذا البلوك مسؤول يعمل عملية الأديشن والسبتراكشن. راح نصمم برضو ملتبلاير أعطيه 2 bits A ومع 2 bits تبعون B، ويطلع لي الجواب تبع الملتبليكيشن تبعهم. هلا أنت بأسوأ الحالات لما يكون مثلا A و B واحد وواحد وتضربهم ببعضهم البعض، قديش لازم يطلع معاك الجواب النهائي؟ 3 ضرب 3 الجواب النهائي لازم يطلع معاك 9. فأنت مستحيل تحتاج أكثر من 4 bit للأوتبوت تبعك في الملتبلاير، واحنا الملتبلاير تبعنا اصلا بيعطينا 4 بت على الاوتبوت من ام 0 ل ام 3 اصلا. هذا الملتبلاير انا ورجيتك الديزاين تبعه قبل شوي وانا بشرح لك التجربه كيف انت ممكن تصمم الملتبلاير. هلا الاي ال يو هاي، طب انا عندي 2 بلوكس، واحد بيعمل لي اديشن سبتراك او سبتراكشن، والثاني بيسوي لي ملتبليكيشن. انا اي جواب بدي اختار عشان يكون هو الجواب النهائي؟ بما اني بدي اختار عمليه اختيار، لازم يكون في عندي ملتبليكسر. الملتبليكسر عنده بس احتمالين، يا بدي ياخذ الجواب تبع الملتبلاي، يا بدي ياخذ الجواب اللي جاي من الادر سبتراكتر. عشان هيك هو قديش السايز تبعه هذا الملتبليكسر، بما انه هو بس احتمالين، هو عباره عن 2 تو 1 ملتبليكسر، له 2 انبوتس، انا واحد مسميه A من A0 ل A3، والثاني مسميه B0 ل B3. B0 ل B3 داخل عليه جواب الملتبلاير، و A0 ل A3 داخل عليه جواب الادر سبتراكتر. وطبعا بده سيلكت لاين هذا الملتبليكسر اللي هو هنا اسمه اس، وهلا بنشوف هذا الاس كيف بنشبكه حسب قيمه اس. اذا اس كانت صفر راح يختار الاي اللي هي جواب الادر سبتراكتر يطلع هون على الاوتبوت هون لما اس يساوي صفر، ولما اس يساوي واحد راح يطلع البي اللي هي عباره عن راح يطلع البي اللي هي جواب الملتبليكيشن، هي اللي راح تطلع الاوتبوت النهائي
اللي هو احنا مسمينه هون R. الماكس من جوا مسمى الاوتبوت تبعونه O، بس بالتوب موديول مسمين الاوتبوت تبعون الماكس مسمينهم R. لك تنتبه انه هذا المالتيبلكسر صحيح انه له 2 inputs، بس كل واحد من الانبوت كم من بت واضح. مثلا انبوت بي كم من بت له 4 بت، انبوت اي كم من بت له 4 بت. اذا هذا ويدث اكسبانشن. شو قلنا لما يكون السايز تبع كل انبوت 4؟ هذا بسموه كواد 2 تو 1 مالتيبلكسر. لو انه كان 2 بتس زي في التجربه الرابعه كان راح يكون اسمه دول، سوري في التجربه الخامسه كان راح يكون اسمه دول، بس هون عشان عندنا 4 بت لكل واحد من الانبوتس و4 بت للاوتبوت بنسميه كواد 2 تو 1 مالتيبلكسر. فانا شباب شو البلوكس اللي بحتاج ابنيها في هاي السيركت؟ عشان ابني هاي السيركت بحتاج 2 بت ادر سبتراكتر، بحتاج 2 بت مالتيبلاير، بحتاج اعمل كواد 2 تو 1 ماكس. وبالاضافه انه انا معطيك اللايبراري جاهزه لب فيها الان جيت وفيها الانفرتر، تقدر انت تستخدمهم وبالتالي تقدر بعدين تبني التوب ليفل كامل اذا شبكت السيركت مع بعضهم البعض. طب انا في شغله مهمه لسه ما حكينا، كيف هذا المالتيبلكسر بناء على ايش المالتيبلكسر بيختار؟ هل الجواب تبع المالتيبليكيشن هو اللي يطلع على الاوتبوت هون، ولا جواب الادر سبتراكتر؟ وبرضه ما حكينا كيف الادر سبتراكتر بيختار، هل هو يعمل اديشن ولا يعمل سبتراكشن اصلا؟ هون الموديول هذا التوب ليفل ايش الانبوت تبعونه؟ له هي التو بيتس تبعون A والتو بيتس تبعون B، وله اوتبوتس اللي هم من R0 ل R3. هذا التوب ليفل. برضه التوب ليفل له تو انبوتس اسمهم M0 وM1، تو بيتس لنفس الانبوت اللي هو المود، يعني ايش الاوبريشن او ايش هي العمليه اللي انا بدي اسويها. هاي بدك تشوف التيبل، تفرج التيبل. لما M0 وM1 الاثنين 0 0 بدي اعمل اديشن، لما 0 1 بدي اسوي سبتراكشن، لما 1 مع دونت كير بغض النظر قديش M0 شو العمليه بدها تكون؟ العمليه بدها تكون مالتيبليكيشن. طيب شباب، هلا اذا بتفرج على هدول الام 1 ام 0 بلاحظ شغله، لما M1 يكون 0 العمليه يا اما اد يا اما سبتراكت، اللي هم جايين من هذا البلوك دايجرام صح؟ اثنين جايين من هذا. اما لما يكون الام 1 1 بغض النظر قديش قيمه ام 0، من وين بده يجي الاوتبوت النهائي؟ من المالتيبلاير. عشان هيك مين اللي بيختار بين التو موديولز هدول مين اللي يطلع الاوتبوت؟ اي ام فيهم؟ الام 1. وعشان هيك الام 1 مشبوكه وين؟ عشان هيك الام 1 مشبوكه على الاس، شايفين تبعت المالتيبلكسر. الام 1 هي اللي بتحدد هل المالتيبلاير ولا الادر سبتراكتر هو اللي يطلع الاوتبوت على الار 3 لار 0. اوكي، هاي اول شغله. نيجي على النقطه اللي بعديها. طيب بين الادر والسبتراكتر مين اللي بيحدد هل هي اديشن ولا سبتراكشن؟ مين اللي بيحدد هذا الشيء؟ لاحظ هون بين ام 0 وام 1. اوكي، لاحظ هاي الشغله بين ام 0 وام 1. سوري، لاحظ على ام 0 بين الاديشن والسبتراكشن، الاثنين لهم ام 1 0 0، يعني ما بيفرق بيناتهم بام 1، بس اللي بيفرق بيناتهم الام 0. معلش شباب بعتذر منكم. 0 ام 0 معناها اذا 0 هاي معناها اد، واذا 1 ايش معناها؟ معناها سبتراكت، مزبوط. فبهاي الحاله معناته مين شو اللي بدي ادخل على الاس البت اللي هون؟ بدخل على الاس بت اللي هون اللي هي ام 0. اذا 1 زي ما كنا نعمل اللي هي سبتراكت، واذا 0 هي بيعمل لي اد، فبدخل ام 0 على الاس تبعت التو بت ادر سبتراكتر. طيب ارجو ان تكون الامور هيك صارت واضحه بالنسبه للبلوك. هلا انتم شو كخطوات؟ اول شيء بدك تبنيه، الجزء الاول بدك تبنيه هو الكواد ال 2 تو 1 كواد ماكس. هذا كيف بدي ابنيه؟ اول شيء بدك تعمله بدك تبني ماكس عادي، 2 تو 1 ماكس عادي، اللي هو هيك كان ياخذ، هذا كان ياخذ اللي انتم بنيتوه اصلا صراحه في التجربه الماضيه. له 2 انبوتس اي 0 واي 1، وله 1 اوتبوت اللي هو واي، وله 1 سيلكت لاين اسمه اس. انتوا عملتوا بنيتوا هذا في التجربه رقم 5، بس لما عملتوا ستراكشرال. هلا انا للتسهيل بدي اياك تعمل لي اياه بيهيفيرال، يعني بس اساين ستيتمنت واحده، اساين واي واكتب لي معادله الواي حسب ما انت طلعتها في التجربه الماضيه. اتذكر كيف المالتيبلكسر ال2 تو 1 مالتيبلكسر هذا كيف بيشتغل؟ لما اس 0 شو بيختار على الواي؟ اي 0. ولما اس 1 شو بيختار على الواي؟ لما اس 1 الاي 1. فمفروض المعادله كثير تكون سهله، وتقدر تعمل الموديول هذا جوا max 2 to 1 dot v. هاي عملته. طيب
عشان أبني من بعد ما بنيت هذا المكس عشان أبني إكواد مالتيبليكسر أكمل نسخة بدي لازم صراحة أنت لحالك تجاوب أنك أنت بتحتاج لأربع نسخ من هذا الإكواد 2 to 1 مالتيبليكسر. ارجع إحنا المرة الماضية عملنا دول، هاي المرة أنت بدك تعمل إكواد عشان تبني هذا المالتيبليكسر اللي هون. أنا بدي أياك تبني هذا المالتيبليكسر اللي هو الإكواد. فأنت بدك تتذكر أنك مثلا أنت إذا جيت والله هون مثلا دقيقة هاي نيو سلايد، إذا جيت مثلا والله أنت هاي حطيت جبت واحد اثنين ثلاثة أربعة أوكي، أنت كل واحد منهم إله input I0 I1 I0 I1 I0 I1 لأنهم أربعة من نفس الكوبي كلياتهم، وكل واحد فيهم إله الاس تبعته اس 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 زي هيك، وكل واحد إله الاوتبوت اللي اسمه واي مثلا. هلا انت هدول الاربع نسخ اللي انت جبتهم بدك تسمي بدك تحطهم جوا موديول جديد. هذا الموديول الجديد إله أربعة انبوتس ل A من A0 ل A3، وإله أربعة انبوتس ل B من B0 ل B3، وإله انبوت سيلكت لاين اسمه S، وإله اوتبوت إله أربعة اوتبوتس من O3 ل O0. هذا احنا معطيناك اياه. هلا ضل عليك انت صراحة توصل بدك تشوف هاي الاي 0 وين بدي اوصلها مع مين من الانبوت، والاي 1 تبعت هذا مع مين، والواي اللي هون مع مين بدي اشبكها، الاس هذول كلياتهم مع مين بدي اشبكهم، عشان بحيث انه تطلع وظيفة هذا الكواد مالتيبلكسر انه يا اما اي 0 ل اي 3 كلها تطلع هون على الاوتبوت، يا اما كلياتها تطلع على الاوتبوت هاي، او انه بي 0 ل بي 3 تطلع كلياتها. يمكن هنا أنا كنت لازم من O3 بغض النظر الترتيب بس عشان نستخدم دائما من 0 ل 3 أوكي. يا هاي حسب مين؟ حسب Select Line. فهذا الموديول اللي أنت لازم تعمله. هذا بالنسبة هذا وين بدك تبنيه؟ في الفايل اللي اسمه quad_mux221.v. طبعا إيش لازم يكون الديزاين؟ أكيد Structural. تمام، هاي معطينك إحنا كل المعلومات اللي أنت بتحتاجها، وبس تخلص هذا الموديول وتبني بتنسخ الكود تبعك تبع الماكس 221.v والكود تبع الكواد ماكس 221.v وبتحطهم هون. تمام، البارت الثاني الادر سبتراكتر، هذا مفروض صراحه التروث تيبل تبعت الفول ادر موجوده عندك اصلا في التجربه، انا هلا ورجيتك اياها، بس الاسماء تغيرت، بدل ما هي اكس واي زي صار اسمه ان 0 ان 1 وسي ان يعني كاري ان، والاوتبوت بدل ما هو اس وسي صار اسمه سم اللي هي بدل الاس، وسي اوت اللي هي بدل السي كان اسمها، وهدول ان 0 ان 1 اللي هم بدل الاي والبي سوري الاكس والواي والزي. بتعبي بتطلع المعادلات اوريدي موجوده عندك، بس انت بدك تكتبها بدلاله السم والسي اوت، تكتبهم بدلاله الان 0 والان 1 والسي ان، وتطلع المعادلات وتكتب الكود تبع الفول ادر برضه مره ثانيه بيهيفيرال يعني اساين ستيتمنت تو اساين ستيتمنتس اوكي، تحطه جوا وحسب وتكتب لي الكود هون. بعد هذا الخطوه بدنا نبني التو بت ادر سبتراكتر اللي بيسوي لي عمليه الاديشن والسبتراكشن، اذا بعطيه A0 A1 B0 B1 يا بيجمع لي اياهم يا بيطرح لي اياهم حسب ما انا بختار حسب ما وصلنا هون. هي جبنا تو فول ادر زي ما حكينا لكم، وتو اكس اور جيت مشبوكين على البي، والسي ان الاولى طلع هي مشبوكه على الانبوت اللي اسمه اس، هنا اس معناها اختار بدك اد ولا سبتراكت، تتذكر 0 يعني اد 1 يعني سبتراكت، ولاحظ كيف انه السي اوت اللي هون مشبوكه مع السي ان اللي هون، وكيف انه السم هاي اسمها اس 0 وهي هنا اس 1، والسي اوت الاخيره هنا مسميه سي اوت. فانت لازم الفول كيف بدك تبني هذا الديزاين ستراكشرال، طبعا ديزاين بدك تجيب نسختين من الفول ادر اللي عملته قبل في البارت اللي قبليه جوا الفايل اللي اسمه في fa.v، وتجيب xor gate من اللايبراري.v وتعمل هاي السيركت زي ما ورجيتك وتحط الكود تبعك زي هون 2 bit adder subtractor. تمام، الخطوه اللي بعديها انك تبني ال 2 bit multiplier. شباب 2 bit multiplier كيف بدك تبنيه جوا مال دوت في؟ مال يعني مالتيبلاي دوت في، برضه ستراكشرال ديزاين.
شو لازم تستخدم؟ لازم تستخدم التو بت ادر سبتراكتر اللي عملته قبل شوي في بارت 2. مش انت اخر اشي في بارت 2 قبل شوي بنيت تو بت ادر سبتراكتر، وانا ورجيتك في الحل كيف تستخدم هذا الديزاين، كيف لما بدك تضرب انت A0 A1 بدك تضربها ب B0 B1، كيف تعمل عملية الضرب وتستفيد من التو بت فول ادر سبتراكتر تستخدمه في عملية المالتيبليكيشن. عشان هيك احنا طلع معطينا حاكين لك بدك تستخدم التو بت ادر سبتراكتر اللي صممته قبل شوي اللي هو له الانبوتس تبعونه A1 A0 B1 B0 والS اللي هي بتختار بين سبتراكت واد، والثري اوتبوتس هاي تبعونه هون. طلع مثلا الرسمة، اتذكر مش لما ضربنا احنا A0 A1 ضربناها في B0 B1، اول اشي حكينا A0 ضرب B0 اللي هي A0 ANDED WITH B0، وهي ما كانش تحتيها اشي، قلنا هاي هي M0 اللي significant bit. طلع هاي عامل AND GATE بين A0 و B0، شو الجواب؟ هذه M0 على طول. اما وفي بعدين لازم تعمل عملية AD وAD للتو بيتس، هي طلع موصلين هون، هي A0 0 وA0 محطوط ايش هو، وB1 وB2. وليش محطوط الاس دائما على صفر؟ لاني انا ايش بدي يعمل عمليه ايش جمع، عشان هيك الاس هنا مصفر محطوط 0. يعني مستحيل انا في المالتيبليكيشن اني بدي اكون اعمل سبتراكشن، دائما بدي اعمل اديشن. والاجابات S0 S1 SC out شو بيصيروا هم M1 M2 M3. فهذا برضو بتجيب الاند جيت من اللايبراري دوت في، وبتجيب التو بت ادر سبتراكتر من الاف اي دوت في، بتجيب من هذا واحد، وبتجيب من الاند جيت 4، وبتبني هاي السيركت، هاي بتعمل لك المالتيبليكيشن المالتيبلاير. اذا خلصت من هذا لازم ترجع على التوب ليفل سيركت الاولى، لازم ترجع على التوب ليفل سيركت. عملت الثري بارتس انت هون، خليني امحي شوي صراحه لانه شوي كثير في معلومات هون. انا عملت الثري موديول شباب، عملت الكواد، عملت التو بت مالتيبلاير، وعملت التو بت ادر سبتراكتر. شباب ما بدك بديشك تلخبط، انا بدك تتذكر انك انت اصلا عشان تبني التو بت مالتيبلاير حطيت ايش في جواته. جوات التو بت مالتيبلاير في عندك تو بت ادر سبتراكتر، هذا غير عن التو بت ادر سبتراكتر اللي هون. هذا وظيفته يعمل جمع أو طرح، هذا اللي هو وظيفته يستخدم في عملية عشان يسوي لعملية الملتيبليكيشن الضرب، لأنه الضرب فيه جمع، فيه عملية جمع، ففيه تو بت أدر سبتراكتر جوا، والتو بت أدر سبتراكتر اللي جوا الملتيبلاير بس بيعمل عملية أديشن بس جمع، عشان هيك الإس تبعته كانت محطوطة على صفر لما بنينا. طيب على كل حال، فأنا هلأ لما أجي بدي أبني التوب ليفل موديول تبعي، لازم تتذكر انه التوب ليفل موديول تبعك كم من انستنس بده يكون فيه. شو هم الانستنسز اللي بده يكونوا فيه؟ بده يكون فيه تو بت ادر سبتراكتر، تو بت مالتيبلاير، هاي تو انستنسز، كواد مالتيبلكسر واحد، هاي صاروا 3 انستنسز، وبدي اند جيت وبدي انفرتر، يعني المجموعة 5 انستنسز، وتوصلهم بهاي الطريقه بحيث انه يكونوا هذول هم الانبوتس تبعون التوب ليفل، معهم برضو ام 1، هذول هم الانبوتس 6 انبوتس و4 outputs اللي هم من R0 لR3، 6 inputs و4 outputs. طب الإشي الأخير اللي بدي أحكي عنه شباب هو هذا اللي هون، ليش هذا اللي هون محطوط؟ هذا ليش في هون inverter و AND gate؟ هذا سببه هو الآتي. أنا هون شباب عم بعمل هذا البلوك دياجرام هون، عم بستخدمه يعمل add أو subtract ل unsigned number، زي ما حكينا هون بالمعلومة unsigned number. طيب افرض انت مثلا بدك تعمل A، افرض انت اجدك تعمل اول شيء، لما خلينا نشوف ال A زائد B، اول معلومه ال A زائد B، ايش اكبر شيء ل A لما تكون A 2 bits 1 1 اللي هو رقم 3، وايش اكبر شيء ل B اللي هو برضه رقم 3 اللي هو ايش معناته 3 زائد 3 شو مجموعها 6 اللي هي ايش 0 1 1 بكفيها 3 بت. البت الرابعه في الستة الموست سيجنيفيكانت بت ايش راح تكون دائما في عمليه الاديشن؟ زيرو. مستحيل وأنا بجمع رقمين يكونوا هدول الرقمين 2 بت وتطلع البت الرابعة اللي هنا واحد، لأنه أكبر رقمين هيني جربت أكبر رقمين اللي هم 3 و3 أعطوني 6، والستة البت الموست سيجنيفيكانت إذا بضيف موست سيجنيفيكانت بت راح تكون زيرو. فعشان هيك طلع هون إيش محطوطة الـ A3 دائما صفر. مستحيل الأديشن يعطيني أكثر من 4 بت. طب السبتراكشن لما داجي أطرح A ناقص B، هل في مشكلة عندي هون صراحة؟ المشكلة اللي عندي هنا بس بتصير إذا كانت الـ A أصغر من B، لأنه إذا A أصغر من B الجواب سالب، وأنا قاعد بحكي أني أنا عم بتعامل مع unsigned number،
فما بصير يطلع عندي الجواب سالب، انا مفروض يطلع عندي دائما الجواب بوزيتيف. عشان هيك انا دائما حتى في التست اللي حتى في التست اللي اعطيتك اياهم دائما حطيت قيمه A اكبر من B. بس شو بصير اذا واحد بالغلط حط دخل بهاي الحاله دخل A كانت اصغر من B؟ يعني مثلا حكى A 01 اطرحها من 10 اللي هي 2، 1 ناقص 2 المفروض يطلع الجواب سالب 1. خلينا نجرب احنا شو حكينا، ال A ناقص B ايش بتصير؟ A زائد B بار زائد 1 صح؟ طيب خلينا نجرب هاي ال A اللي هي 0 1، ال B بار ايش هي؟ يعني عكس ال B اللي هي برضو هيها بتصير 0 1 وده اجمع لها 1 مظبوط؟ ايش هنا بصير؟ 1 زائد 1 زائد 1 الجواب 1 وبالكاري 1، وهي هنا برضو الجواب 1 والكاري ايش هنا في هاي الحالة؟ والكاري هون في هاي الحالة 0 تمام. هلا هون صراحة الجواب هو سالب 1، يعني هذا مش مفروض يكون بارت من الجواب، هذا اللي هو الجواب. أعطيكم يعني مثال تاني بتطلع فيه الكري ممكن تكون 1 وتغير لي الجواب، أصلا يصير الجواب كله رقم تاني. يعني مثلا خلينا نجرب مثلا نطرح 1 ناقص 3 أو 1 ناقص 3 أو 0 ناقص 3 0 0 ناقص 3 أطرح 3 اللي هي إيش بتصير؟ 0 زائد 0 0 و1 إيش بطلع عندي هنا الجواب؟ هي 1 0 0 طلع. شو طلع لك الجواب؟ طلع لك الجواب 1 مع انه المفروض يطلع سالب 3. فهون هو الجواب دائما عم بطلع غلط عندي. فانا شو بدي اضمن؟ بدي اضمن انه في بعض الحالات لما يطلع الكري، انا ولو حاله من الحاله وجدتكم اياها طلع زي ما انا بدي، على فكره انا بدي الكري يكون الكري الاخير يطلع 1. اوكي خليني اجرب كمان مثال، خليني اجرب كمان مثال A اصغر من B مثلا A، خليني افترض انه A صفر او خلي الA 2 خلي الA 2 والB 3 اوكي خلي الA 2 والB 3 فبهاي الحالة الA اللي هي هيك ناقص 3 بتصير عبارة عن 2 زائد 0 0 وفي بضيف على الكاري 1، وهنا ايش بيصير برضو الجواب 1 1 0. ثالث لما ام 0 يكون 1 انا بدي اياه 0. طيب اوكي ماشي، يمكن انا صراحه شوي جزئتكم يمكن. اوكي خليني اخذ مثال صراحه ثاني مظبوط، هي غلط الجواب بس مش مشكله، انا مش عشان هيك صراحه ضايف مش عشان هيك ضايفين الانفرتر والاند جيت، ضايفينهم لسبب ثاني هو سوري صح مظبوط. اذا مثلا خليني اخذ رقم كبير، خليني اخذ A ناقص B عادي انه الA تكون 3، الA تكون 3 وبدي اطرح منها 0 ماشي كيف الجواب لازم يكون 3. فلا اذا انا اخذت الA 3 زي ما هي بدي اطرح منها B، الB بعكسها بتصير 1 1 وبدي اضيف 1 واجمع اوكي. فهلا انا المفروض انا متوقع الجواب يطلع عندي 0 سوري الجواب المفروض يطلع عندي 3، وطلع هون 1 زائد 1 زائد 1 الجواب 1 وبالكاري 1، 1 زائد 1 زائد 1 الجواب 1 وبالكاري 1. هلا اذا انا باخذ هذول التو بيتس لحالهم الجواب 3 صح، بس اذا باخذ الكاري مع الجواب، الكاري مع الجواب شو بصير الجواب بدل 3 بصير الجواب زي كانه 7 ببين 1 1 1 بصير الجواب زي كانه 7. فانا لما اكون عم بعمل سبتراكشن عم بطرح الكاري ما بدي احسبها بارت من الجواب، بديش اياها بارت من الجواب اوكي عشان اضمن انه يطلع الجواب تبعي صح، بديش يكون الكاري الاخيره السي اوت هاي الاخيره بارت من الجواب. طب في حاله الاد هل بدي اياها تكون بارت من الجواب؟ طبعا بدي اياها بارت من الجواب. ما احنا قلنا قبل شوي هلا لما جمعنا 3 زائد 3 جمع عادي بدون هاد مش طلع عندي هون 0 وبالكاري 1 1 وبالكاري 1 وقلنا هذا الواحد هو جزء من الجواب، لانه هيك انا قرات الجواب 6 لما كانت العمليه جمع. اما لما كانت العمليه طرح 3 ناقص 0 وصارت 3 زائد 3 زائد 1 عشان يطلع الجواب 3 مش 7 لازم الكري ما اخذها بعين الاعتبار. فالكري مش لازم احسبها في الجواب في حاله السبتراكشن، ولازم احسبها بالجواب في حاله الاديشن. فكيف هذا الاشي بسويه؟ كيف بضمن انه الكري تكون موجوده كجزء من الجواب للاديشن ومش موجوده كجزء من الجواب في حاله السبتراكشن؟ باستخدام اللوجيك اللي موجود هون، ضفنا اند جيت وعملنا له، انا بعرف انه
M1 في حالة السبتراكشن بيكون 1. وطلع شو عملت، دخلت لما يكون M1 1 يعني سبتراكشن ويعكسه الانفيرتر شو بيصير؟ صفر صفر. and مع السي اوت شو بيصير هون؟ اللي هون زيرو، يعني لغى السي اوت، بطلت السي اوت جزء من الجواب لما يكون M1 بيساوي صفر. طب اذا كان M1 بيساوي سوري M0، اذا كان M0 بيساوي 1، اذا كان M0 بيساوي 1 يعني سبتراكشن، اذا كان الM0 بعتذر اذا حكيت شيء، اذا كان M0 بيساوي 1 اوكي وانعكس وصار صفر اللي هو سبتراكشن، شو بخليت الكاري حولتها لصفر. طب اذا M0 كان صفر يعني انا عم بعمل اديشن جمع هون اوكي، إذا M0 كان صفر في هاي الحالة صفر لما ينعكس بيصير واحد، واحد and مع السي اوت شو رح يعمل؟ هاد يدخل السي اوت مثل ما هي، فبحالة الجمع السي اوت بتمشي مثل ما هي، في حالة الطرح السي اوت بتتحول لصفر، وهذا الإشي اللي أنا بدي إياه. هلا الموضوع الثاني اللي حكيته أنه ما بيصير تكون الـ A أصغر من الـ B في هاي الحالة، مظبوط، بس إذا عملت A أصغر من B أصغر رح يطلع معك الجواب غلط هون على الأوتبوت، لانه احنا السيركت تبعتنا ما بتاخذ هاي الحاله بعين الاعتبار، ما بتقدر تحل انه A تكون اصغر من B لانه هي عم بتعامل الارقام على انهم انساين. فانا بدي دائما الـ A يكون اكبر من الـ B لما اكون عم بسوي طرح، دائما بدي الـ A يكون اكبر من الـ B. بس وانا عم بطرح والـ A اكبر من الـ B لازم اضمن انه الـ C out ما يمرق مثل ما هو، الـ C out يصير صفر. ارجو انها تكون الامور واضحه لكم. فانت بتبني هاي السيركت وبس تخلصها، بس تخلص هاي السيركت كاملة وبتكون عامل الديزاين جوا الـ ALU.V بتحطه هون structural طبعا design، بتيجي بتعمل simulation file للـ A. هذا بالـ simulation file بدي إياك تجمع الـ A1 مع الـ A0 مع بعض، ما هم هدول هم الـ inputs تبعوني الـ top level، ستة قلنا A1 A0 M1 M0 B1 B0 والاوتبوتس أربعة اللي هم R3 ل R0 أوكي. هدول بتجمعهم مع بعض وبتخلي الفورمات unsigned وبتسميهم مثلا A، بتجمع ال B مع بعض وبتخلي الفورمات برضو unsigned وبتسميهم مثلا B، بس بدك تنتبه أن الموست سيجنيفيكانت تكون B1، الموست سيجنيفيكانت تكون A1، برضو M1 و M0 جمعهم مع بعض وسميهم مثلا M small يعني مود، وخلي M1 هي الموست سيجنيفيكانت. أول ثلاث حالات أنا هون مثبت الـ M1 والـ M0 على صفر صفر حسب التابل، هاي العملية add جمع. فمفروض أنت لما يكون قيمة M صفر، هذا اللي هون صفر يعني 2 bits are 0، يطلع الجواب عندك هون مجموع الـ A زائد الـ B يعني صفر زائد واحد، شو مفروض يعطيك على الـ R؟ يعطيك على الـ R الجواب واحد، اثنين اللي هي واحد صفر زائد ثلاثة مفروض هون يعطيك الجواب خمسة زي هيك. بس أنا بدي إياك برضو الـ R تعملهم جروب وتسمي الار تسميها ار، وبرضه يكون الفورمات تبعها unsigned decimal، الفورمات كله هنا unsigned decimal، يعني هنا مفروض يطلع الجواب خمسة. إذا شفت خمسة بتعرف أنه جوابك صح. وهكذا الثلاث عمليات اللي تحتيهم subtraction طرح الآخر، والأربع عمليات اللي تحت multiplication لأنه هي محطوط هذا واحد، قلنا لما يكون M1 واحد خلص multiplication، فلازم يكون الجواب اللي يطلع هون هو جواب المultiply. شباب احنا هون في هاي التجربة بسطنا عليكم شغلة انه ما ضفنا هنا 7 سيجمنت درايفر، مع انه انا كان بامكاني، واحنا هذا الاشي اللي عادة بنسويه بالتجربة، كل بالتجربة هذا اللي بنسويه احنا، اللي هو خليني بس احكي شو اللي بنسويه لما نعمل التجربة في اللاب، شو بنطلب من الطلاب عشان نفحصها على 7 سيجمنت ديسبلاي عشان تكونوا بس عارفين، عشان احنا عادة ما باللاب ما بنركز اكتر على 7 على الاف بي جي اي مش على السيميوليشن. فكيف بسويها هاي على الاف بي جي اي؟ كيف بعمل تيست لإلها؟ تخيلوا كنا ناخذ مثلا التو انبوتس اللي هم تبعون الاي وادخلهم على 7 سيجمنت درايفر، وهذا ال 7 سيجمنت درايفر يكون مشبوك مع 7 سيجمنت يطلع لي قيمه اي قديش. البي برضو نفس الاشي مشبوكة على 7 سيجمنت درايفر، وال 7 سيجمنت درايفر مشبوك على 7 سيجمنت يطلع لي برضو قيمة بي قديش. طبعا A و B رح يكونوا اي اشي من 0 ل 3 بس لانهم 2 bits، بس طبعا كنت رح تصمم ال 7 سيجمنت درايفر، كان مطلوب منك تصمم ال 7 سيجمنت درايفر اللي هو بياخد 2 bits مثلا اسمهم A و B وبيطلع 7 bits اللي هم من A ل G، ودك تاخد الاربع احتمالات 0 0 0 1 وهكذا. وكنا نخليهم برضو يصمموا كمان 7 سيجمنت درايفر بياخد الأربعة تبعون الأوتبوت الآر
وبياخدها وهاي مشبوكه على 7 سيجمنت ديسبلاي برضه زي هيك، يطلع لي من A ل G على 7 سيجمنت ديسبلاي عشان يطلع لي الجواب على 7 سيجمنت ديسبلاي. يعني بس طلع هذا السيفن، هذا الدرايفر، هذا الدرايفر ال7 سيجمنت درايفر غير عن هذول الاثنين اللي هون، هذول الاثنين زي بعض لانهم بياخذوا 2 بيتس وبيطلعوا لي، اما هذا بياخذ 4 بيتس وممكن اكبر جواب يطلع اللي هو 9 اللي هو في حال 3 ضرب 3 المالتيبليكيشن. فهذا لازم هون لازم التيبل لما تعملها تحط الاحتمالات تبعت الانبوتس من 0 0 0 ل 9 اخر شيء، مستحيل يطلع اكثر من 9 لانه احنا عندنا اكبر شيء هو 3 ضرب 3. فكان لازم تعمل التروث تيبل لهذا الدرايفر من 0 ل 9 وتبنيه. بس احنا سهلنا عليك حتى الام 1 والام 0 اللي هم تبعون المود اوبريشن، كنا نخلي الطلاب يعملوا لهم 7 سيجمنت درايفر خصوصي بياخذ 2 بيتس ام 1 وام 0 وحسب قيمتهم اذا 0 0 او 0 1 او 1 0 مثلا 1 1 كنا نحكي له مثلا اذا 0 0 طلع حرف الاي يعني اد زي هيك اي كابيتال، اذا 0 1 كنا نخليه يطلع مثلا زي هيك حرف الاس يعني سبتراكت اللي هي زي رقم 5، وكان اذا 1 0 او 1 1 اللي هي بدل الملتبلاي او هذا ما فيش عندنا حرف الام نقدرش نعمله، كنا نحكي مثلا طلع حرف البي انه برودكت ضرب عمليه ضرب. فنطلع كنا نخليه يصمم ثلاث انواع مختلفه من ال7 سيجمنت درايفر عشان يفحصها. هلا احنا عشان اوريدي خلص علمناك هذا الإشي وعشان موضوع الاونلاين وهيك خففنا عليكم في هاي التجربه شلناهم هذول ال7 سيجمنت درايفرز، انت بس مطلوب منك تصمم السيركت وتعملها سيميوليشن دايركت. بس بصراحه للتدريب لك وهيك مش غلط انك انت تتدرب عليهم وتسويهم، بتكون هيك انت غير بغير وقت التجربه، جرب ضيف انت لحالك ال7 سيجمنت درايفر وتاكد انه بيطلع كل شيء صح، هذا بياكد صراحه فهمك لللاب ولكل التجارب السابقه، وخلص انك انت صار الموضوع بالنسبه لك يعني مفهوم بشكل ممتاز. طيب بتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، بعتذر اني طولت عليكم، لا تنسوا الامتحان واحنا راح نذكركم ان شاء الله، وان شاء الله انه لما تسمعوا الشرح تقدروا تسووا التجربه بسهوله وتخلصوها بكير. نتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.